قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص إن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أكد التزامه بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمة وفق الأطر الدستورية والعمل على إقرار التشريعات والقوانين المتفق عليها خلال اللقاءات السابقة. وأوضح الحريص أن سموه حريص على استكمال التشكيل الحكومي بأقرب وقت وبما يحقق متطلبات المرحلة المقبلة ومواجهة تحدياتها المتعددة. وشدد الوزير على رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء الصادقة بطي الملفات السياسية العالقة والسعي الجاد نحو الوصول إلى اتفاقات حول العديد من القضايا الراهنة بما فيها القوانين المتفق عليها.